لا بأس أن ننقل هذه القضية عرضا، القضية قديمة سمعتها، المقدار الذي تبقى في ذهني من القضية، أن رجل الظاهر كان فقير أو كذا مدة طويلة جمع أموال واشترى أشياء لبيته، وفرضوا مناضد مثلا، كراسي معينة، فهذه بعد ذلك التعب والجهد جدا كانت محببة إلى قلبه، في يوم من الأيام طفل لا يفهم، يأتي وبيده مسمار او ما اشبه فيمزق هذه الاشياء او يعيبها هذه القضيه التي تصورون انه قضيه الاخرين لا قضيتنا الفرد في لحظه غفله يتحول الى جاني فد لحظه في لحظه غفله يتحول الى قاتل لا انه القتل فشي بعيد لحظة غضب واحد يهجم على الطرف ويخنقه تحول الى قاتل الاب إجا الى البيت وشاف هذا المنظر انفعل وهجم على طفله واخذ يضربه على يده هاي اليد الجانيه ضربه ضربا مبرحا بعد فتره اسودت يد الطفل ودو الى المستشفى الطبيب قال لابد ان تقطع يده وإلا هذا في خطر خطر السراية أيها الأب تعال وقع على قطع يد ولدك هذا أي أب عند هذا القلب اللي يجي يوقع على قطع يد ابنه ولكن ماكو هنالك مناص من ذلك الاب اجى ووقع على قطع يد ولده ودوا الطفل الى غرفة العمليات خدروا بنج قطعوا يده عاد الى الواعي الاب راح عنده الطفل قال لابيه انه انا اذا كبرت واشتغلت وحصلت اموال واشتريت لك وللبيت هذه الاشياء من جديد، يعني تداركت ما فات، فهل تعيد الي يدي المقطوعة؟ الطفل ببراءته بعقله الطفولي الاب ما تحمل قام وخرج الى الخارج وذهب وانتحر انتحر الاب مات العائله تشتتت والطفل بقي مقطوع اليد الى اخر حياته في لحظه واحده واحد يتحول الى قاتل ليش المؤمنون يستعيذون بالله سبحانه وتعالى؟ لأن حقيقة خطر. في لحظة واحدة في لحظة غفلة، شايفين هاي السيارات اللي تمشي في الجبال. لحظة السائق يغفل وإذا به سقط في الهاوية وانتهى. لحظة واحدة واحد يتحول إلى جاني. لأن الحرام في متناول اليد فتخطوه تتقدم الحرام عندك فالحقيقه الاباء والامهات جدا يجب ان يواظب